عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كنشكر البنات كاملين لاول مره كيزوروا القناه ديالي، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. وكنشكر البنات اللي تاقوا فيا ودخلوا شافوا القناه وخلاو لي كلمات زوينين في التعاليق، كنقول لهم شكرا لكم ولله خطيكم عليا. الفيديو ديالنا البنات اليوم غادي نديرو واحد الجوله في واحد المحل، اللي احسن محل كنقول انايا في هذه المدينه، هذه في مدينه غين، بالنسبه للاتات، بالنسبه للديكورات، بالنسبه للي صالون ماروكان. يعني هذا السيد هذا عنده المحل ديالو زوين، وعنده صيبت الصالون ديالي كيتعامل زوين، زعما واحد السيد الله يعمرها دار. بالنسبه للبنات اللي عايشين هنا في هذه المدينه غين اولا اللي قراب ليها وبغاو يجيو لعندو، بالفعل عنده الكاليتي من كل شيء ديالو. محل مغربي 100%، ولكن في الاتات والسلعه ندخل سلعه ديال تركيا، يعني سلعه غزاله كتستحق المشاهده. وعلى قبل هكا قلت ندير لكم واحد الجوله عنده وتاخذوا فكره على كل حاجه وعلى الاثمنه، تاخذوا فكره على الموديلات اللي داخلين جداد، على الميعنات اللي داخلين جداد. مع حنايا قربنا ان شاء الله فيدخل الشهر الكريم رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه يا ربي. وبقوا معايا انا غاديه في الطريق. المحل البنات جا في شونتوبي، كان عنده في نوايا شاتيو وبدل، دابا هي في شونتوبي. ها انتم انتم معايا كيما شفتوا البنات، جا اللور ديال اكسيون، غنديرو ديك الرومبوا الصغيره ونطلعوا معاه باش نوريكم حتى الطريق، حيت بزاف اللي باقي ما عارفينش المحل ديالو. كتدخلوا البنات مع هاد الدخيله هادي، فين كاين كتدخلوا مع هاد البنات مع هاد الدخله فين كاينه انتر سبور، وهو يبقى هنايا. هو هذا البنات تريزور اوريونتال، ايوا بقاو معايا حتى ندخلو ونشوفو الجديد. دخلت المحل كيف ما كتشوفو، المحل هو هذا المحل، شكر راسو بلا ما نشكرو ليكم. وهانتوما غتشوفو معايا بالفعل كاين الجديد البنات، وغادي نبدا معاكم بهاد الطويجنات هادو الغنيين على التعريف. هذا متوسط يعني الميان كيدير 50 أورو، الكاليتي ديالو البنات زوينه. كاين هذا اللي هو ديال اينوكس، وكاين هذا اللي بحال شكل ديال سيراميك وغارق شويه، هذا صراحه الكاليتي ديالو غزاله. كاين الصغير ديالهم الثمن ديالو كيدير 35 أورو. كاين هادو البنات اللي كاينين هنايا راه داير فيهم بروموسيون 20%، وهنايا البنات كاينين هاد الكويسات هادو. هادو كيديرو 20 أورو، كاينين في الدوغي وفي الأرجنتي، صراحة زوينين والكاليتي ديالهم فنة البنات، ما كيتقشروش. وهنا البنات غادي نبدا معاكم بلا ديكوراسيون كيف ما شفتو، كاينين البنات هاد الطبيلات هادو اللي غزالين بزاف، كيجيو على هاد الشكل هادو ثلاثة، والثمن ديالهم كيبقى ب 300 أورو. الحق زوينين البنات. كاين البنات هاد الديكور هذا كيدير 90 أورو، وهاد الكوموند البنات اللي كدير
و33 اورو اللي زوينه الصراحه، كتجي هكا في لونطخي ديال الدار. وهاد الميغواغ هادي حتى هي يا، والثمن ديال هاد المرايه البنات كدير 290 اورو. الحق راه كبيره كيف ما شفتوا. وهنا كيف ما شفتوا الطبيله كيفاش مقاده. الثمن ديال الطبله البنات كيدير 450 اورو. كاينين هاد الكراسي هادو كيديرو 140 اورو. شوفوا البنات هاد الديكور هذا كيفاش كيجي، يا سلام. 90 الاورو ناقص 30%، يعني حتى هو فيه بروموسيون. البنات اللي قراب الغين، البنات اللي في غين استغلوا الفرصه، يعني هنايا في تريزور اوريونتال راه كاين بروموسيون، كاين 30%، كاينه 20% في بزاف ديال الحاجات. وهنا البنات كاينين هاد لي طاس وسو طاس كيجيو حتى هما هكا زوينين، الثمن ديالهم 34 اورو. هادو اللي ولاو دابا بزاف الجديد. هادو حتى هما هنايا هاد الشكيل هذا كيدير 30 اورو. وكاين هاد الشكيل هذا اللي كيجي صراحه زوين على شكل قليب هكا، فين كتحطي البيتي بان شوكولا ديالك مع القهوه. فيهم جوج الالوان، فيه كاين فيه الابيض وكاين فيه الاسود. والثمن ديالو كيدير 34 اورو و99، يعني 35 اورو. كاين البنات حتى في هذا اللوين هذا، كاين هذا البنات حتى هويا فيه 6 ديال الكيسان بالطبيصلات ديالهم 30 اورو. كاينين هادو حتى هما يا البنات كيديروا 15 اورو، وهادي كدير 12 اورو هكا ديال السكر. هادو البنات كيديروا 15 اورو، كيجي بحال هكا الطبيسيل والطاس ديالو. وكاينين هاد الايات ديال القران اللي غزالين بزاف هكايا، كاين فيهم الابيض وكاين فيهم هاد النواغ هذا، والثمن ديالهم غير بعشرة الاورو. كاين هاد الطبيسيل هذا البنات حتى هما دابا هذا ولا جديد، الثمن ديالو كيدير 25 اورو. كاينين هاد الشكيلات هادو البنات فنين حتى همايا، والثمن ديالهم 19 اورو. كاينه هادي الكبيره المتوسطه ديالهم، فيهم 3 ديال الاحجام البنات، كاينه هادي الصغيره وكاينه هادي متوسطه وكاينه الكبيره ديالتهم، اللي صراحه كيجيو فنين بهاد الرجيلات. وعندهم الخطه ديالهم ديال الزاج كيف ما شفتوا، كما قلت لكم المتوسطه الثمن ديالها كيدير 25 اورو، والكبيره كدير 30 اورو. كاين هاد الشكيلات البنات، شوفوا 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 هادشي غزال. كاين في الدوغي وكاين في الارجنتي، الثمن ديالهم 30 اورو. صراحه الثمن والديكور غزال كيستاهل. كاينين هادو حتى همايا،
شوفوا البنات هاد لونطخي كيفاش كتجي طابله وبالمرايه ديالها، شي حاجه رائعه بزاف وانيقه في الدوغي، وفيها حتى الارجونتي غنصوروا معكم، راه كاين في لونطخي ديال المحل. هادي صافي راه تباعت، يعني ها هي مكتوب عليها فوندي، والثمن ديال هاد الكونسول كدير 200 اورو. وهادي حتى هي يتباعت، راه مكتوب عليها يعني تباعت. راح فن فن هاد الطويبله، شوفوا معايا البنات غنبعد لكم باش تشوفوا كيفاش جات. وهنايا كاينين هادو لي تاهما غنيين على التعريف، الثمن ديالهم كيديروا 6 اورو. كاينين اللي على شكل مدور اللي كنديرهم هكا في البلاطو على قبل لي سلاد هكا، وكاينين في هذا الشكل هذا مربع. كاينين هادو ديال العطريه البنات 34 اورو. كاينين هنايا هاد لي ميغواغ هادو فنين، على شكل دائري وكاين على شكل مستطيل. المهم البنات انا غادي باش ما نبقاش هكايا غير غدا وكنهضر، كل حاجه غنشد لكم الثمن ديالها. والصراحه هاد المحل كيستحق الزياره، يعني عنده الكاليتي السلعه كامله ديال تركيا، وانتم كتعرفوا دابا يا الجديد ديال تركيا دائما تبارك الله عندهم الكاليتي، عندهم الديكور، عندهم كل شيء. هادو الثمن ديالهم البنات 12 اورو الوحيده، طبعا كاين في الدوغي وكاين في الارجنتي. المهم انا شديت لكم هنا شويه ديال الميعنات. كاين هذا البنات اللي ولاو دابايا كيجيو لاصق فيهم هذا، يعني ماشي غير هذه بوحدها، كيجيو على هذا الشكل هكا. والثمن ديالو البنات كيدير 24 اورو. هادو البنات 25 اورو. شوفوا البنات هادو كيفاش دايرين، تاهما شحال فنين. الثمن ديالهم 19 اورو و99. كاينين البنات هادو، هذاك الفيزان هادو صراحة فنين، هذا كيدير 20 اورو، وهادو اللي شوية صغارين كيديرو 15 اورو. يا سلام شوفوا البنات هادو كيفاش كيجيو، هادو في بيوتات النعاس كيجيو شي حاجة راقية، اولا في لونطخي ديال الدار. والثمن ديالهم كيف ما شفتوا البنات 49 اورو. وهاد البلاطوات اللي دابايا دارجين على الموضه، انا عندي تا انايا واحد، عندي جوج منهم، عندي الصغير في الارجنتي والكبير في الدوغي. صراحه الكاليتي ديالو فنه بزاف، والثمن ديالو كيدير هاد الكبير ديالهم 40 اورو. كاين هاد الشكيل هكا، وكاين هذا بحال اللي عندي كما قلت لكم الثمن ديالو الكبير 40 اورو. كاين هاد الشكيل هذا ب 45 اورو. كاينين هنايا البنات البريردات الصغار الكبار على حسب نتوما يا واللي بغيتو. الصغير ديالهم البنات كيدير 18 اورو، والكبيبر كيدير 25 اورو. انا البنات انا عندي هذا خديته نيت من عنده، صراحه كنتقدم من عنده بزاف، بالفعل عنده الكاليتي ديالو زوينه، وعمري خديت شي حاجه صراحه وما صدقاتش ليا. ميم الصاله ديالي يعني خدمتها عنده الكاليتي ديال العود، ما نشكروش لكم البنات. والبنات اللي كيعرفوني راه جاو عندي وشافوا بالفعل الخدمه متقونه، واللي زوين زعما كيبغي المصارفه كيف ما كتشوفوا البنات. شوف
شوفوا هذا الفاز هذا اللي شفتوا معكم قبيله كيفاش كيجي. وعنده هنا البنات هاد اللي غيدو هكايا الريدوات، يعني كل حاجه واللوينات ديالها كل حاجه والثمن ديالها. غنشوفوا دابا يا البنات هاد لي صالون تورك لي ولاو دابا صراحه غزالين. انا عطيتكم فكره على الناس اللي قرب من غين واللي في غين حتى هما يا هكا يجيو يديروا دوره في المحل، اكيد ما غيخرجوش بلا حتى شي حاجه حيت هادشي غزال وكيحمق وما يمكنش تجي وما تاخدي شي حاجه. زعما تبارك الله وما شاء الله هذا اللي نقدر نقول. بالنسبه لهاد الكنابي البنات كيف ما كتشوفوا ها هو كامل كاين في هذاك اللون البنات الكري، وكاين حتى في هذا اللوين البيج كيف ما شفتوا. صراحه زوين البنات، ما نقولش لكم الكاليتي ديالو كيفاش مخدومه. وهاد الفيترينه البنات صغيره حتى هي على مزويناتها، الثمن ديالها 300 اورو. انتما كيف ما شفتوا كاينه هنا البنات هاد الطابله هادي بحال اللي شفت معكم فيلا في اللون في النوار. هادي هنايا في الابيض عند الرجيلات ديالها ديال اينوكس، يعني خدمه ديال ترك. وبالنسبه للكراسه كاينين جميع الاشكال، كاين هاد الشكيلات كاين شكيلات اخرين، انتما ليكم الاختيار. انا عطيتكم فكره على المحل، كنتمنى ان شاء الله تجيو ديروا فيه دويره واكيد متاكده 100% غادي يعجبكم. غادي ندوزو هنا البنات باش نوريكم لي تيت دولي على جميع الاشكال. كاين هذا ديال بلاصه في هذا اللوين، فيه حتى هما اللوينات يعني يقولك على حسب اللوينات. كاين في هذا اللون غوز وكاين في هذا الكريم مغلوق، كاين هذا الشكيل هذا. انا من بعد عاد غنعطيكم الثمن ديالو. كما قلت لكم البنات بالنسبه للتيت دولي الثمن ديالو كيدير 300 اورو. غنمشيو نشوفو ليها. وهذا الثمن ديالو ديال هاد الراس عناموسيه 799 بالحق كومبلي، يعني كومبلي يعني الناموسيه كامله. واللي بغيت نقول لكم البنات هما هاد المعطرات هادو اللي ولاو دابا غزالين، الثمن ديالهم البنات 10 اورو هادو. وهادو اللي الاخرين حتى هما كيديروا نفس الثمن 10 اورو. هادو ديال الخليج كيما عرفتوا، كاين اللي ديال العود كاين على حساب بزاف ديال الانواع. وهادو اللي هنايا اللي حتى هما هي دابا كيديروا 5 اورو. وهنا البنات هاد لي كوفخ هادو ديال بيت النعاس، شوفوا البنات كيفاش كيجي والثمن ديالو البنات 120 اورو. عرفت شحال فيه من بياسة بلات انا نقول لكم، يعني كيجي بهادو بالمخدات ديالو بهذا بلو كويت فيه اللوينات. وهذا الثمن ديال لولي كامل، يعني كاين هكايا ديال بلاصه يعني ديال 90 كيدير 420. هنايا مكتوب الاثمنه كامله يعني طبعا بلا ماطله، يعني سون ماطله وغير الراس يعني تاع الراس تاع الناموسيه كيدير 300 اورو. فيه اللوينات فيه البيج وفيه هذاك الكري. غنمشيو نشوفوه. وبغيت نوريكم البنات هادو
هاد البلاطوات اللي ولاو دابا فنانين. انا عندي هذا اللي اوفال، وكاين هادو دابا اللي مربعين حتى هما كيجيو زوينين. الثمن ديال هذا اللي كبير كيدير 15 اورو، كيف ما شفتوا راه كبيره البنات. وكاين هذا اللي شويه متوسط كيدير 12 اورو. هما ديال بلاستيك، ولكن داك بلاستيك اللي شنو نقول لكم، يعني داك اللي قاصح ماشي بلاستيك بلاستيك، الكاليتي ديالو زوينه البنات. كاينين هادو الصغيورين ديالهم اللي كنديروا فيهم هكا لي صوص، صراحه هادو هما اللي ولاو دابا بزاف التشكيلات. كاين في هاد اللوين الابيض، وكاين في هاد اللوين هذا اللي كيجي بحال الكري. كاين هاد شويه صغيور كيدير 8 اورو. كاينين هاد الشكيلات هادو كيديروا 2 اورو، 2 اورو و50. وكاين هاد الشكيلات حتى همايا كيجيو صراحه فنانين البنات. الثمن ديالهم 90 اورو. فيهم اللوينات، كاين هاد الغوز، كاين البيج، يعني فيهم اللوينات. ها هما كيفاش كيجيو، يعني صراحه شي حاجه راقيه. وكاين هادو هنايا ديال بلاصه، وهنايا بحال اللي شفنا في الاول هذا في الكري. صافي البنات، انا درت لكم جوله هنايا في الطاج التحتاني، عنده هكايا هادشي ديال الاتات، ديال الميعنات، ديال لي صالون تورك لي ولاو، والفوق كاين لي صالون ماروكان. يقول لي كل شيء على صالون مغربي اكيد. كاينين هاد التشكيلات البنات، هاد المرايات حتى همايا كيجيو صراحه زوينين هكا في الكولوار. كاين في هذاك اللون، كاين في هاد اللوين ابيض، كاين هاد الشكيل هذا. الثمن ديالهم كيدير 20 اورو. ودابا البنات غادي نطلع الفوق باش ندير لكم واحد الدوره باش تشوفوا صالون ماروكان اللي كيجي صراحه زوين، والشكيلات اللي ولاو دابا. وهنا البنات الصاله المغربيه اللي كتفقاس بحال الله هي رمز. نقربكم باش تشوفوا مزيان هاد لي موديل هادو اللي كاينين. كاين هاد الموديل البنات، هاد الزواقه، وهذا هاد اللوين ماشي بيض، وماشي يعني قريب داك الدوغي اللي مفتوح، يعني فحال الباس صراحه لوين زوين. هذا البنات الثمن ديالو 170 اورو، السداري ديال 2 متر، يعني 2 متر. الثمن ديال السداري كيدير 170 اورو. والزواقه ديالو صراحه البنات زوينه وسامبل كما شفتوا. كاين هاد الشكيل هذا في الابيض، وكاين هذاك الشكيل الاخر اللي ملهي كيجي سامبل حتى هو يا صراحه زوين. وسبحان الله حاجه سامبل كتبقى دائما، يعني ما كتموتش على زعما شحال من شحال ديال المده، الحاجه سامبل عمرها ما كتطلع لك في الراس. والاذواق كتختلف طبعا. كاين هذا البنات، هاد الزواقه حتى هي اللي سامبل وزوينه. الطبله ديالها البنات، شوفوا الطبله ديالها. وكاينه هاد الزواقه اللي بحال ديالي تماما، اللي صراحه زوينه وسامبل. وكما قلت لكم حاجه اللي سامبل،
يعني ما كتطلعش لك في الراس ابدا. صافي، وعندو البنات الطلامط حتى هما على الاشكال، وكل واحد والذوق ديالو. كاينين هادو ديال المطرف، هاد اللوين صراحه زوينين بزاف. المهم الفيديو ان شاء الله غتشوفوه. وبالنسبه للبنات هكايا اللي هنايا قراب، ان شاء الله يجيو يديروا عنده دوره ويشوفوا. ودائما راه عنده الجديد، يعني دائما متابعينه. هذا البنات كيدير 1800 1180 اورو، مترو 60 على 2 متر بلا ماطلا، يعني صوم ماطلا بالحق غزال. كاين هاد الشكيل هذا، وكاين هاد الشكيل هذا في الماغو. هذا الثمن ديال الماطلا، يعني ديال الماطلا، يعني ماشي ديال الكادر تاع الناموسيه. وكاينين هادو البنات اللي صاد دابا ولاو صراحه زوينين، هادو لي بتي طاب اللي كيكونوا هنايا ديال الجاج، هما اللي ولاو دابا يا صراحه فنين. وهنا البنات كاينين شكيلات كاملين بالنسبه للعود ديال السداري، يعني الا جيتو نتوما كتختاروا الزواقه اللي بغيتو، يعني كاينين اشكال كثيره تبارك الله، والوينات كيف ما شفتوا غادي نقرب لكم. وحتى هاد لي كودوار هادو حتى هما فيهم شكيلات، كاين هاد الشكيل هذا، كاين هذا، وكل حاجه البنات والثمن ديالها. هذا اللي من هنا كيدير 170 اورو. كاين هذا البنات اللي عنده هاد الزواقه، وكاين هذا اللي سامبل. وبالنسبه للسداري البنات الزواقات ها هما، الفيديو ديالنا البنات غادي نخليوه هنايا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اللي غيزوروا القناه ديالي لاول مره كنقول لكم مرحبا بكم، ما تنساونيش من لي جيم من بارطاج، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. الى فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.